السلام عليكم. اليوم بحول الله غادي نشوفوا واحد الحشرة جميلة جدا، ها هي لا كوكسينال بالعربية الدعسوقة. هذه خنفساء. درك نتساءل واش راها دير هنا، واش ميسيون راها دير فيها. نشوفوا ما بين الاوراق، فتشوا مليح. ها هو سر الوجود تاعها، لو بيسون، المن. والمن هذا كاين الاخضر والاحمر والاسود، يغزو بكثره المحاصيل الزراعيه من نبات وحتى الاشجار، ويفسد من المنتوج تاعها. والدعسوقه هذه او لا كوكسينال تعتبر العدو الطبيعي رقم واحد نتاع المن، لي بيسرون بشتى انواعه. لذلك يستعملوها في الفلاحه البيولوجيه بديلا عن استعمال المبيدات لغرض مكافحه الافات الحشريه. الكوكسينال فيها ثلاث أنواع، لكن أشهرها البرتقالية، الصفراء والسوداء. دورة النمو: الخنفس يولد بيضة تخرج منها يرقة، واليرقة تحول إلى عذراء ثم إلى خنفساء في النهاية. ومن ناحية الجمال، سبحان الله، يكفي أن الخنفساء هذه سموا عليها سيارة شهيرة، ألا وهي لا كوكسينال. إذن آخي الفلاح، إلا لقيت هذا الخنفساء بكثرة في الحقل تاعك، علم باللي راه عندك لي بيسرون، لكن ما تخافش خاطرش راك محظوظ.